وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة داليا عبد الرحيم الكاتبة الصحفية. نرحب بك أستاذة داليا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني نرى الآن تعاون دبلوماسي سياسي هادئ أرجع أو عاد بها المواطنون المصريين بسلام، وننتظر عودة الباقي، لكن رأينا ذلك في كل البيانات الرسمية الموجودة سواء كانت من الخارجية المصرية أو حتى من المتحدث العسكري أو حتى من الجانب السوداني من ميليشيا الدعم السريع. خليني أقول لحضرتك أنه الاتصالات والاجتماعات متواصلة على قدم وساق منذ بداية الأزمة، ويمكن كان آخرها كان اجتماعا بالأمس بين سفيرنا في الأمم المتحدة وسفير دولة الإمارات في الأمم المتحدة أيضا. وهنا نؤكد على كم الجهد الذي بذلته وزارة الخارجية، وقلت هذا معك أمس أن وزارة الخارجية تقوم بدور كبير في هذه الأزمة من خلال الاجتماعات المتواصلة هنا وهناك. مصر بالطبع لديها علاقات قوية مع السودان، وأيضا دولة الإمارات نتيجة استثماراتها الكبيرة هناك لديها علاقات قوية مع أطراف عديدة. وحقيقة فإن دولة الإمارات دعمت الموقف المصري منذ اللحظات الأولى، وقاموا بالتعاون مع الجانب المصري بجهود كبيرة لدعم عودة الجنود المصريين بأمان وسلام. هذا الاجتماع مع الاتصالات العديدة أيضا مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة وجهود أخرى كبيرة ربما لم يتم الإعلان عنها وكانت تجرى بسرية تامة طبعا لصالح سلامة جنودنا. الإمارات استخدمت كل قوتها وعلاقاتها لعودة الجنود المصريين بالتعاون مع الجانب المصري، وهذا ما وعد به الشيخ بن زايد منذ لحظاته الأولى نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهنا نؤكد على متانة العلاقات بين مصر وبين دولة الإمارات. لا ننسى أيضا التأكيد على أن الرئيس السيسي على مدار الساعة كان متابعا كسب لهذه الأزمة وأدارها بمنتهى الحكمة وحرصه على عودة الجنود المصريين في أسرع وقت وسالمين أيضا. وعايزة أقول لحضرتك أنه إحنا بنتمنى للوضع في السودان أن يهدأ، لأنه في النهاية شعب شقيق، ولأن الأوضاع الإنسانية هناك صعبة للغاية، بالإضافة إلى أن السودان أيضا يعتبر أمن قومي لمصر. نعم، عدم تورط، يعني هذه الكلمة رأيناها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل المتحدثين الرسميين وما إلى ذلك وفي البيانات الرسمية، عدم التورط في هذا القتال الدائر في السودان كانت نقطة فارقة وهامة أيضا للحفاظ على أرواح هؤلاء المواطنين سواء كانوا من العسكريين أو حتى من المدنيين المتواجدين في السودان. ويعني الهدف هو كان العودة، والآن بالفعل تمت العودة بدون التورط والدخول في أي مشحنات أو التورط في هذا النزاع. صحيح، لو تتذكر حضرتك أنا قلت لحضرتك امبارح أن ربما هناك أصوات يعني تجر مصر للتورط عسكريا أو في صراع عسكري مسلح داخل السودان، ولكن الرئيس السيسي يعني هو رجل دولة يعلم ذلك تماما، وبالتالي يدير هذه الأزمة بمنتهى الحكمة وبمنتهى الحنكة السياسية. وبالتالي كانت هناك اتصالات سياسية على مستوى عالي جدا بين الرئيس السيسي بين عدد من رؤساء الدول الشقيقة وأيضا وزارة الخارجية، والتي أعود وأؤكد على دورها الهام جدا في هذه الأزمة، والتي بالطبع أنتجت أن جنودنا يعني عادوا إلى أرض الوطن بسلام وأمان، والبقية تأتي بسلام وأمان دون التورط في إراقة نقطة دم واحدة. لأننا كما قلت بالأمس نحن دولة دعاة سلم ولسنا دعاة حرب، وأعتقد أن احنا يعني لدينا رئيس قوي ورئيس لديه علاقات سياسية قوية ويعني عقلية سياسية كبيرة لا تنجر إلى هذه يعني العقول التي تريد أن تجر مصر إلى صراع مسلح. أعتقد أن مصر لن تقع مثل هذه. كيف رأيت أستاذة داليا حتى من البيان الخاص من ميليشيا الدعم السريع بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد على الأخوة بين الشعبين، يعني حتى من ميليشيا الدعم السريع من تحفظت على الجنود، لكن أيضا وجهت في بيانها هذا الشكر، ما هي الرسالة وما هو المغزى وما يخرج من ذلك البيان؟ الرسالة أنهم فهموا الرسالة، هم فهموا رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال في رسالته أننا على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأننا لا نتدخل في الشأن
الداخلي للسودان، وأن قواتنا كانت هناك للتدريب، وأننا نتعاون مع الدول في إطار التعاون المشترك والتنمية والبناء، وأننا لا نتدخل في الشأن الداخلي. وبالتالي هم فهموا هذه الرسالة وأدركوا مصداقية هذه الرسالة، وبالتالي هم ليسوا في خصومة معنا، هم في صراع داخلي. مصر تتمنى لهذا الصراع أن ينتهي بالطبع، لأن زي ما قلت لحضرتك أن السودان دولة شقيقة، وأيضا هي أمن قومي لمصر، وأن الاضطرابات داخل السودان بالطبع يعني تؤرق الجانب المصري، ولكن وبالتالي نحن نتمنى أن يهدأ الوضع، ولكن نحن على مسافة واحدة من جميع الأطراف. اللي هيتفق عليه الشعب السوداني إحنا في النهاية هندعم ده، لأنه إحنا مش طرف في هذا الصراع. نعم، أنا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على وجودك معنا والتحليل الوافي اليوم وكل يوم في هذه التغطية، الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز، شكرا جزيلا لحضرتك.